أهلا بالشهرة. عنا برشا على فيديو هكا هنا قاعدة بوزي فيه فريمو بقى لما حالة وجهي أصفر على غالب مانيش محرقسة. أما عنا برشا على فيديو قاعدة هكا ونحكي معاكم كما تشوفوا النس في شعري ونعم فيهم الكل. نحس في الفيديو الأخرين الكل ديما نجري ديما نتحرك هاو فلوغ هاو نوري فيكم في حاجة هاو نحكي لكم على حاجة هاني باش نعمل حاجة. أما عنا برشا هكا على أمغي أمبوكسينج محليه وشوختو كو الأمبوكسينج هذي ياسر طلبتوه من ياسر 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 وأنا ما عمري ما عملته أول مرة نعمله وأنا مانيش عارفة أنا كنت فين بالحق أنا كنت وين مش مشكلة. ربوه نبدأ بالنبدأ شعيد يقول بش نكمل والعشوية كملت بالمقدمة الشهيرة عسلمة ومرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب أين ريحان تجمو تعيطوا لي ريحانة تجمو تعيطوا لي ريريت تجمو تعيطوا لي ريوة سكوبو فولي ولا ريحان تو سامبلما في قناتي هي ملكي متاعي داري نعملوا برشا حاجات مزيانين نوري الحوايج نوري وين نسافر نوري وين نمشي كيفاش نعمل زاد حاجات تافهة على الاخر اللي نعرف يا جماعة على اليوتيوب هذيك بريف حسيب if you're not subscribed please do if you like the video give it a thumbs up وفي الاخر بونا بديكم الاول اللي مهمة في الاخر قولوا لي شنو اكثر قطعة عجبتكم وانه اكثر قطعة هكا عملت عليها جو دونك الفيديو بتاع اليوم هو unboxing شين انا اول مرة نكماندي منه كنت ديما نخاف على سببين سبب الاول الكواليتي وسبب الثاني shipping time معناها بالنسبة للكواليتي كي جيت نشوف نلقى برجولية ريحانة معناها روبة بعشرة وعشرين دولار ما ننتظرش منها انها تكون كواليتي مش نورمال معناها فهمت لقيت روحي نشري في روب من زغاب خمسين وستين وسبعين دولار ونقعد عام يعني نلبس سيزون يمشيوا على رويحهم دونك عليه ما نشريش روبة بعشرة وعشرين دولار تلبس سيزون يمشيوا على رويحهم par contre ceci étant dit هذا نحكي لكم علاش كنت ما نشريش étant dit اللي انا ديما I'm opting for for dresses معناها ولا clothes اللي نحسهم كلاسيك معناها حتى اذا كان الكواليتي تبدا خايبه او كنحاول ديما نغسلهم اذا كان وسخ ولا لازم نغسل نفرك البلاصه هذيك وخليها تشيح بهوي ربي اما نحاول ديما نمشي الستيل بلوز او موا يبدا كلاسيك معناها باش يقعد لي اكثر وقت ممكن وبالنسبه للشيبينغ ديتس انا جاني في اقل من جمعتين يا جماعه بالحق في اقل من جمعتين معناها طبعا بدي تقعد شهر شهرين هذيك مش كنت خايفه انا اوفيت انا اللي جاني في جمعتين بالحق في جمعتين ضرلي حاجة بيها على الأخ دونك حبيت نوريكم شنية شريت جست هيدز اب شريت 10 روب 10 دريسز و 2 كروب توبس نوضب الكروب توبس خاطر أقرب وحيد غنجيبهم بحدايا لهنا واللي لبسة زاد اليوم راهي شيينة this is a small dress a mini dress فما عبيت يقولوا لي خلنا نقفل لكم شوية عبيت يقولوا لي نورمالمون يا اخي مش تحسوش صغير خاطر هذا نورمالمون يجي لهنا انا كي شفتو لاماكن هبطوا ولي برشا عريانه في صدري معناها فهمتوا دونك جو بريفير دو لو انها تكون هكايا اوبس بيان سور اي كومون حاسلو خليني نشد شعري مليح نغسل روحي كيفاش عامله شعري باش نركز لكم مع الانبوكسينغ دونك كما قلت لكم شريت 2 كروب توبس و10 روب روب هذيا لبستها هيا محليها سي اون بيتيت فريمون اون تري تري بيتيت روب نحط لكم تصويره ولا فيديو من هنا غنحط نعمل شويه سبيس لهنا توت اون بيتيت روب معناها صغرونه هكا نتحفنا على الاخر فريمون البس وخرج نلبسها مع شليكه مع سبيدري مع حاجه عاليه شويه دي تقتل ياسر بارده ياسر خفيفه نحسها ياسر سهله اون فيت ما متخممش معناها باش تلبسها وتنسقها وتعملها للي شليكه وسك وانت خارجه معناها بالحاق نتاع السيف تعدي بها السيف وانت رايده فوالا دونك تاو شريكم لي دو كروب توبس زاد اللي شريتهم ب 6 دولارات وبيان سور كل شيء اتس غانا بي داون بيلو معناها ام غانا لينك all down below دونك شريت الكروب توب هذا شفتوه غسلته ديجا مشيت بيه لفانكوفر وكيفو بالضبط خديته في البلون هاهو بستة دولارات يا جماعة ستة دولارات والله هذوما موجودين في بيزا غاب عشرين دولار دونك بستة دولارات شريت زوز هذوما لبستهم مع تو نحطلكم تصاور كيف هوني مع شوارة تاي اوت وفوقهم
وفوقهم فوقهم اون شوميز هكذا تحط، ولا تلبسها مع سروال تاي اوت وتلبس معاهم جاكيت، ولا ما تلبسش معاهم جاكيت اصلا. انا جوست خاطر السوتيان اللي سوتيف اللي هزيته معايا الحمالات الصدر اللي هزتهم معايا ياسر خشين معناها، فهمت؟ باركونتر جربت نلبسه من غير حماله، من غير سوتيان، تحط معاهم دي تيتون، تشريهم من كاش تيتون بلوتو مش دي تيتون، تشريو بهم تشريو كاش تيتون من امازون، تجيكم حاجه تعمل فاش ستين كيف. بيان سور مش نحكي على صدر ياسر كبير ولا اون تري تري فورت بواترين، فهمتوا؟ نحكي على حاجه عاديه معناها تجيكم ياسر مزيان. وفما اللي ما يحبش يخط التيتون تاعو هو حر، يعني تعملي اللي تحبي عليه لبدن بدنك، وتحبي توري اللي توري انت حر. اما فوالا هذا هو كيفاه. انا خذيت التاي ميديم، خذيت ميديم 38 فوالا. بق هذايا الاولى ليا توا، خلينا نبدا لكم بالحاجات اللي ديجا حليتهم ولبستهم وعطيتكم الفيديو نتاعهم. الروبا الثانيه اللي هي تشبه على الاخر الروبا هذايا، اما اتس نا اكزاكتلي ذا سيم، مش السيم ماتيريالز. هي الروبا هذايا سيتو زاد بيتي دروب اوكرو جون في نيك هكا، شفتوا قماشها ياسر 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 بارد. حتى فكره وقديشها سهله في اللبسه وقديشها خفيفه، دونك نادين جيت ناقصها تحديدا لازم نحددها، اما حاجه ياسر مزيانه عجبتني بالحق، عجبتني على الاخر. في اكم شفتوا معناها قديشها كوكي كوكي قديشها كوكيت، وقديشها هكا تحفن البدن وما توريش اون فيت كان عندك الزايد. اكثر حاجه تجي تغش بها هي هذي، حاجه تقتل. فوالا هذي خديتها انا ميديم 38. خلينا نحطها هوني هذيا هكا. الحاجة الثانية اللي خذيتها وهي نفسها، خذيتها ان انذر كولر اللي هي هذيا، خذيتها في النوار. دونك هي بيدها اخت لوكرو جون، اما هي في النوار. الفرق اللي بيناتهم اذري هذيا خذيتها شنو هذي، خذيتها 38 ام الزوز ميتشي، اما حزت هذي هذي جاتني اكبر من هذي، هذي حاسة صغيرة شوية جاتني. بوتيتر سي با لا ميم كوبا. الحاجه الاخرى كيف كيف اللي شخت عليها، وهذه كانت لي اول قطعه حليتها في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكولي في الكولي اللي جاني، كانت اول قطعه واللي هي هذه الروبه الطويله اتس ماكسي دريس مدينات شيخ روحكم فريمون شيخ روحكم، تلبسوا يجين وانتم خارجين والله. خذيتها كيف كيف ميجم. الحس اللي حسيته اللي القماشات الكل نفسهم، كلهم بريدين، كلهم خفيف، الكواليتي معناها from a first impression it's so good معناها for the price that I'm paying، معناها اللي ما خديتش حاجه فوق 25 دولار معناها باش تفهموا وقتكم. 10 dresses جاوني 200 دولار معناها باش تفهموا it's not expensive at all معناها، وهذيا تلقاها معناها في زارا، صحيح الكواليتي تفرق نجي معجين معناها فهمتوا، تلقاها اقل شيء 100 دولار معناها فهمتوا. كها هذيا هو ماهوش ترانسبارون، انا ما حسيتوش ترانسبارون، اما انا راهو ديما نلبس شوار تحت احط لكم هوني، نلبس ديما شوار تحت تحت الروب نتاعي، سواء على غاز ولا على كليفج ولا اللي هو، دونك ديما مستوره تحت الروب نتاعي. وهيك شفتوها من فوق كيفاش فينيك وعاليه الفينيك معناها ماهيش ياسر مش ياسر طايحه. هذه اي لاف ات. فما وحده اخرى قصتها ما عجبتنيش برشا، هذه الروبه ما عجبتنيش برشا اللي هي هذيا ياسر ات واز سو شورت فور مي الحق تاع ربي، قصيره برشا عليا وما عجبتنيش، ما نعرفش علاش ما حسيتش عجبتني، حسيتها سمنتني. هذي حسيتو تسنا didn't flatter me that much. دونك اسكو باش نلبسها وي اسكو اتس وورث ات باش نرجعها وتقعد ترجع الفلوس وكل شيء؟ probably not. maybe one of my friends would like to take it، دونك نعطيها لوحده البنات اذا كان she's interested in having it، اما for me it's a no. هذي it's a no. توا باش نوريكم الاخرين مازلت ما حليتهمش، نتوما نحلهم معاكم. so مازلت ناقصتهمش، نحطهم لهنا كالعاده. هذي اوكي هذي it's probably the same that I'm wearing almost the same. تجيني قصيرة هذي سي سيغ هيا اون لا جو بونس اي اون لا نشوف لكم الماتيريال نتاعها، عارش اسكو موجودة ولا لا. اي 100% كوتون، هذي كوتون 100% كوتون، وهيك محليها كيف كيف حاجه ياسر سهله. هذه جيماجين جيني ياسر قصيره، خذيت كل شيء ميديم جو بونس، فيها لي ديتاي تاع لي بوتون هذوما ما يتحلوش بيان سور لي بوتون هذوما
البس واخرج. مي فريمون 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 سني برعايه البس واخرج شليكه وانت خارجه بارده كيف كيف ياسر بارده نتاع سيف سهله على الاخر في لابسينها. وانا نموت نحب نعدي سيفي في 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 الويب اون فيت جوي. الثانيه اللي باش نتعدي ولها ثانيه another material another design I guess. او كيوت وقصيره يا امي فايت هذيك اللي جوست تتحسر في البواترين والبقيه يهبط فلوي وظهر فيها يا اختي باش تجيني مش قصيره قصيره خلاص قصيره قصيره زيده تشوفوا كيف جاتني لهنا محليها الحق مزيانه محليها تري كيوت نشوفها يا امي ليه قصيره بالباهي بالباهي زيد اما في قصر هذا في قصر اللي بتتعطى نشوفها اما هذايا نشوفوا شنو هي الماتيريال نتاعها خاطر جمله ماهيش كيما الاخرين ماهيش كوتان تجم تكون بوليستر زعما هاد اي 100% بوليستر ما نعرفش تفهموا لي ماتيريال ماهيش حاجه مش ولا بد اما انا راني ما قلقنيش نكذب عليكم ما قلقنيش تاع في نهار تاع معدي بها السيف كنت تصور 200 درهم تعدي بها من السيف راهو البنات يا معلم يا معلم 400 دينار تشري 10 روب نعرفش يعملوا شيبينغ بالفلوس ولا راه حق تاع ربي ما عندي حتى ادنى فكره. دونك الحاجه الثانيه يا ناري قلتي اون فيت هذه كيما اللي قلت لكم ما عجبتنيش اما حسيتها ماهيش نفس الماتيريال الاخرى ما فيهش جمله حتى شيء ما فيه هذه شنو بوليستر كيف كيف دونك جيماجين كيما اللي عجبتني هذيا توا عندها ان بو بلوس دالور عندها هكا عندها شويه الو فوالا مش كيف نو اون فيت هذيا فيها من قدامه هيا فيها الفازه هذيا جو باكي فهمتوا دونك سي سور ماهيش كيما الاخرى محليها محلى لونها قداش نتحسني تغرمت ياسر بالبلو انا سيف السني تغرمت لكم ياسر بالبلو غربت لكم بالبلو وغربت لكم باللي كولور باستيل في الحويج دونك شوفوها كيفاش ديجا تجيني مزيانه الروبه الاخيره اللي جاتني شريتها شبيني على اللون هذا شبيني على الستيل هذا غوج اما ماهيش كيما ما شريتش منه ستيل اوكي اون فيت كي تلبس هكا هذه الروبة بذي حايل هولي قصيرة بتاعك حديدة جويدة وانا لاني حديدة ولاني جويدة يا اختي لاني حديدة ولاني جويدة وعاشا من عرف قدره شوفوا كيفاش تجيني هذا يا اختي يا ريري والله دونك هذوكم هما كيف كيف راهو هذي جو بونس 100% بوليستر خليني نزيد نتأكد لكم سايز ام كيما قلت لكم كيما الكلهم و 100% بوليستر واحده برك اختي 100% كوتون شوف لكم هذايا شنيا هذا هيدي لبسه 100% بوليستر دونك واحده برك 100% كوتون بقي كلهم بوليستر وكيما قلت لكم راهو انا جو اتوندي با ا كو لا كاليتي سوا مش نورمال بور لو بري كو جو باي دونك il faut quand même être un peu consciente معناها il faut pas we cannot complain from the prices بصراحه وقت اللي tu paye 10-20 دولار la robe ماكش باش تقول يا كاليتي مش خا كاليتي خايبه سنه ما كاليتي خايبه بدفع 20000 معناها فهمتش عباره دفع 20000 يورو برا ما تنتظرش انها كاليتي تكون مش نورمال خلينا نكونوا واقعيين شويه معناها اما هكا ديفرنت ستايلز ديفرنت كولرز وحاجات كيك حاجات اخرى معناها تلقى ما تبدل فهمت تلقى ما بدل سخطو العباد اللي تحب تلبس ديما انا ديما نحب نبدل لبسه ديما نحب نشري ديما نحب نشري دونك هكا عندي بلاصه نشري منها بورخوس من الاخر بورخوس كما تقول سيرين صاحبتي انا كي شريت سيرين وقتها شريت روا الا في اون تري بيل اكسبيريونس مع شيرين دونك وليت شريت وانا جاتني اسرع من سيرين انا عديتها بعد سيرين بجمعه وجاتني في نفس الجمعه بتاع سيرين معناها دونك بتيتر فما 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 نعرفش فما مي فما عديت اون اوتر كوموند نعمل لكم في فلوغ في الانبوكسينغ نعمل لكم في فلوغ ولا فازا وفوالي فالو يا جماعه فوالا قولوا لي اني حلقتها عجبتكم وقولوا لي اذا كانتوما كنت عندكم تجربه باهيه ولا خايبه مع شيين وكها ايش رايكم عجبكم لي بيتي بيس لي بيتي بيس اللي خديتهم خاطرهم ان سو فريمون بيتي دتاي سي دا نعمل العربي مش لا حاسيلو نبوسكم باشا ونشوفكم في لا بروشين فيديو ان شاء الله.